مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا الأسبوعية لرواد الأعمال. كما عودناكم دائما بنستضيف رجالا مميزين، ومن زاوية رجال الأعمال الأكثر تميزا رحبوا معي أستاذ علي صاحب ومؤسس هالة للملابس الجاهزة. بداية أسعد الله أوقاتك، كيف الحال؟ أهلا وسهلا مأسهلا مستر علي. في البداية حابين نتعرف عليك أكثر ونعرف السادة المشاهدين عن بدايتك المهنية في دولة الإمارات، وكيف جت لك فكرة تأسيس المشروع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا من أفغانستان والجاية في الإمارات 2001. من 2001 نحن أنا أشتغل في هذا نفس المحل، والأسست أسل هذه المؤسسة الأبي في 1996. والبعد 2001 نحن أنا أجي في الإمارات والأبي راح بلاد، وأنا الحين مسؤول لهذا المحل. جميل جدا. حابين نعرف شو اللي أنت عم توفره للسوق. نحن نبيع في محلنا العطور أكثر، العطور صناعة إماراتية أكثر تقريبا 80% عطورات إماراتية صناعة داخل الإمارات، والعطور الإماراتية وفي منه العطور بس ريحة فرنسية يسوون داخل الإمارات، يبيعون هذا العطور بأجمل أسعار والأجمل ريحات. وفي عطورات ومكياج نحن نبيع المكياج عندنا، مش ماركات مسجلات كبيرة، الماركات النورمال مش غالي كتير ومش رخيص زيادة، يعني في النص. أحلى شيء الأرواج من كل مكياج، كل شيء من آي شادو، من ماسكارات، ومن لون الشعر، من مناكرات، يبيع تقريبا الكريمات للوجوه لتفتيح البشرة وشيء الموجودين نحن بقى. نعم. جميل جدا. طبعا. أستاذ علي، حابين نعرف النظرة المستقبلية لك بعد 3 سنوات. إن شاء الله أنا بإذن الله إن شاء الله يريد البيزنس يكون أكبر، يشتري البدل هذا الكاونتر للمحل، يريد يشتري المحل ودي الكاونتر للمحل إن شاء الله. من فضل ربنا من هذه السنوات أنا ربحت كويس في هذا، حتى محل صغير بس ربحنا الحمد لله، يعني في كافي الحمد لله. من هذا المحل نشتريته داخل أفغانستان بيت وبروبرتي وكل شيء الحمد لله. الحمد لله. حين في سيارة وفي كل شيء الحمد لله موجودين. إن شاء الله. نعم. أكيد نتمنى لك التوفيق والنجاح. كله من الله، توفيق من الله. الحمد لله. نعم. إحنا عايشين في دولة الإمارات بلد. نعم. الأمن والأمان. حابين نسمع منك رسالة شكر لشيوخ دولة الإمارات. نحن نشكر للشيوخ الإمارات، خاصة لسيدنا الشيخ الشيخ محمد. وبعد الشيخ رحمه الله الشيخ زايد، والشيخ رحمه الله الشيخ خليفة، والنبي من الله تعالى تساعد كل الناس ودائم خلي هذه البلاد في الأمن والأمان إن شاء الله. إن شاء الله. الله يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار. آمين. ويطول في أعمار شيوخ دولة الإمارات إن شاء الله. قبل ما أختم البرنامج حاب أعرف الموقع الجغرافي لهالة الملابس الجاهزة. هذا في المنطقة الديرة، في منطقة ديرة دبي، منطقة نايف، اسم هذا السوق في سوق الوصل، وهذا السوق عنده 6 أبواب ونحن موجودين في البابة 5. مشاهدينا الكرام، أرقام التواصل الموقع الجغرافي أسفل الشاشة. أستاذ علي شكرا كثير. أهلا وسهلا بكم والنجاح. أهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام، ولا هنا تنتهي حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC. دمتم بخير وفي أمان الله.